اليسار لو سمحت. ايه ماما حبيبتي؟ زهرة شوفي، أنا ما منيحة أبدا يا بنت. شوفي أمي، أنا دخلت وقعت وما عم بقدر أقوم، فيكي تجي بسرعة يا بنتي؟ طيب أنتي روقي ولا تخافي أبدا، رح أجي فورا لعندك. يلا بدي روح على غير مكان، بس فيك تستعجل شوي. روح من على اليمين. ممتاز. لك ايه شو هالتمثيل بحياة الله؟ اقسم بالله انه بزقف لك على الواقف، بيطلع لك اوسكار، بس انتي اهم من الاوسكار. قدير، كنا مضطرين كتير لنعمل هيك؟ يعني حسستني بالذنب بدون سبب، واكيد زهرة هلا خافت كتير. امي شيرمين لا تقولي هيك بحياة الله، انتي رجعتي مشان زهرة، وبعدين رجعتي زهرة لزوجها. قدير شو بكي؟ مو مستاهلة نكبرها هالقد للقصة، أنت كذبتي كذبة بيضة. الكذب ما فيه أبيض وأسود، الكذب كذب. طب شو كان لازم نعمل؟ مضطرين يعني؟ نحن ما لنا هيك بس مجبورين، يعني كنا منترك بنتك بين إيدين هالعيلة. بس أنا ما بدي صب الزيت فوق النار يا ابني. إيه لا، اسمعوا على هالحكي، والله أنا متضايقة ورح طق. أمي شيرمين أنا مو مثل ابنك؟ ها؟ يعني ما فكرتي أبداً إنه هالشاب زت حاله بالنار بس كرمال بنتك؟ ما فكرتي إذا ما كان هو المسؤول عن بنتك مين رح يكون مسؤول عنها؟ طيب أنا كل همي إنه أخذ زهرة ونهرب من هون ونروح. ممتاز، كلياتنا رح نهرب، رح نهرب بطريقة وما رح يلاقوا لنا أثر بعدها. تركيها على قدير أنت. جدو مراد حبيبي، جدو ما بيعرف إنه أجينا. ماما فايت حرامي على البيت. وقف بايرام، بايرام ماما خلينا نخبر الشرطة فورا. لا تخاف حبيبي، ألو جينجو، كأنه في حرامي فايت على البيت وأنا مو عارفانة شو أعمل. تمام، نازلين فورا. يلا تعال مراد. أمي زهرة، سامحيني يا بنتي، كنت مجبورة من شانك. نحن لازم نهرب حتى تضلي عايشة. زهرة ليش رجعت غمضت عيونها؟ قدير، البنت صار لها شيء؟ ما فيها شيء خالتي شيرمين، هي بس فقدت وعيها، بعد شوي بتفي، لا تقلقي. كان ضروري تعمل فيها هيك؟ فيكي تقولي هالكلام لبنتك بس تفي، وساليها ليش ما اجت لحالها ماشي؟ قومي نمشي.
زهرة سامحيني، سامحيني يا بنتي، سامحيني.